فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: سمعت من يقول بأن العالم الذي يرد على المخالف وعلى الأقوال هو العالم بالمسألة التي فيها مخالفة، ولا يشترط أن يكون عالما بكل شيء بالمعنى العام، فهل ما ذكره صحيح؟ نعم، العالم قد يكون عالما في بعض المسائل دون بعض، هو محيط بالعلم كله. نعم.